انا برضو عايز اروح لمصطفى، يعني انت برضو اكيد مشوار الاولمبيات سهل عشان انتوا لعيبه كويسه، عشان انتوا الله اكبر لعيبه جامده، فهو زي ما بيقول ايهاب انه المشوار كان سهل، تاهلك كان ازاي؟ برضو نفس الكلام بتاع ايهاب، هو التاهيل الرقمي والخمس ماتشات الجامدين اللي لعبتهم، كان ما فيهم بطوله افريقيا والدوره الافريقيه، ان انا عملت ذهب في الدوره الافريقيه وذهب في بطوله افريقيا، فطبعا ده على البونت بتاعي، والحمد لله انا التصنيف بتاعي ال 15 في التصنيف الاولمبي، فالحمد لله يعني متاهل تخيل كويس ورقم 15 كويس. 15 بمجهود يعني مجهودك والنادي الاهلي بربنا ومجهودك الشخصي طبعا. طبعا الاهلي هو مش هقول ده بيتنا يعني طبعا طبعا مفيش اي اختلاف عليه، لكن هو زي ما ايهاب قال المشكله بتيجي في الاتحاد، الضعف لسه ضعف، احنا كنا ماشيين في خطوات كويسه على الاتحاد القديم لحد ما جه الاتحاد الجديد كان المفروض يكمل، ما حصلش تكمله وبقى زي ما ايهاب بيقول ديكتاتوريه، اللي هو انا ماشي ده تمشي عليه. انا كنت ماشي انا ومدربي كابتن خالد شوقي، وطبعا لحد ما جت الفتره ان ما كانش فيه فلوس مشي يعني كابتن خالد. انا بقالي سنه دلوقتي من غير مدرب، بتمرن لوحدي، معيش حد معايا، ربنا يعني احسن من الكل وطبعا بدراعي. انت موجود شخصي ومع كابتن ياسر داوود رئيس الجهاز ومدربينك في نادي الاهلي، طلبت معسكرات طبعا غير الدخول يعني في التفاصيل، بس يعني ما حصلش ما توافقلكش على معسكرات. وانا عرفت انت كمان ما عندكش راعي حتى الان. لا ما فيش اي راعي عندي، لا من اولمبياد طوكيو لحد النهارده ما عنديش راعي. ما عندكش راعي، انت كل ده موجود فردي وشخصي من خلال مع النادي الاهلي ودعم النادي الاهلي ليك ودعم اللي حواليك، النادي الاهلي واللي حواليا اهلي بقى واللي حواليا. طيب ده بيحط عليك يعني مسؤوليه، وكمان النهارده انت ال 15 في العالم بمجهودك ده، امال لو كنت خدت دعم اكتر وخدت حضرتك. انا كنت 2014 و15 و16 كنت الاول على العالم، كان على التوب ليست انا الاول على العالم، وايهاب كان نفس الكلام برضو الاول على العالم، كان بعديها المفروض نكمل الفتره دي كانت هي الفتره الذهبيه لينا، كان المفروض نكمل عليها بس هو ما حصلش. اللي جه ما كملش هد اللي حصل ده كله، وفي النهايه انتوا تاهلتوا اولمبياد، ولكن بالضبط. دعم الاتحاد والمعسكرات والامور دي، ولكن برضو احنا عندنا امل فيكم كبير ان شاء الله، وعندنا امل ان انتوا تقدروا تحققوا لنا ميداليه. طب كلمني انت، قريت شاركت مثلا في بطوله عالم زي ايهاب كده ولا ما شاركتش؟ تاهلت لسبع بطولات عالم ما شاء الله ده الفتره اللي فاتت. سبع بطولات عالم والاولمبياد دي الرابعه ليا. اخر مشاركه بطوله عالم كانت امتى ليك؟ المجر 2023 2023 عملت فيها ايه؟ لا ما دخلتش فاينل. ما دخلتش فاينل طبعا. كان لاعب كام لاعب مشارك؟ كان 32، انا عملت مركز 16. حلو، يعني انت في الرانك اللي انت لسه ما زلت عنده 15 16. فطبعا برضو كل ده مجهود شخصي، ما كانش فيه برضو لا دعم ولا اي شيء ولا معسكرات ولا. انا مستغرب يعني انت المفروض واحد زيك او زي ايهاب او زي اسراء او زي مصطفى الشريف او زي حمزه، انتوا المجموعه دي تبقى قاعده في اوروبا على طول، يعني انا مستغرب. النهارده انا لو سفرت فريق كوره، وده اللي بقوله دايما اهو، 25 لاعب راحوا قعدوا في ماتش افريقيا مثلا 5 6 ايام، لو انا سفرت لعيب اضرب ال 25 لاعب في 3 ايام ب 75 ليله، صح؟ 75 ليله دول انا اقدر اعد بيه مصطفى، اقدر اعد بيه ايهاب عبد الرحمن السنه كلها. هو في مشكله عندنا ان احنا للاسف الاتحاد بتاعنا بيفرح بان انا اهلت بس، هي دي المشكله. احنا ممكن نجيب ميداليه، هي قصه ان انا ما اهلتش 5، ما اهلتش 6، ما اهلتش 10، ما اهلتش 20 كواليتي. انا عايز ما في يعني مثلا ممكن مثلا الدول العربيه كتير مثلا لهم مؤهلين مثلا كل اللعيبه كلهم على بعضهم 30 واحد بس ممكن يرجعوا بست ميداليات مثلا. قطر بتشارك بعدد قليل وبتشارك بالزبط. يعني اللي بيروح بياخد ميداليه بالظبط. احنا عايزين منافسه، احنا خلاص احنا طب نقدر بامانه نقدر يعني احنا لو خدنا الاعداد المطلوب، انا بثق ان احنا لو خدنا، انا بسال السؤال ده عارف اجابته لان انا شفته في الرمايه وشفته في الخماسي وشفته العاب فرديه زي تمام والسلاح تمام، نقدر في العاب الكوره حضرتك؟ احنا اوريدي اصلا احنا عملنا، لما عملنا كده قدرنا يعني. هو حصل خلاص. ايهاب اول عالم كاس عالم قارات، انا تاني عالم قارات 2014 بالزبط. اول عالم قارات 2018 الله، بس كان الشكل كان ماشي بسيستم معين، كان انا قاعد وسط الناس دي بره معسكر معاها، بلعب معاهم ماتش واثنين وثلاثه وعشرة وعشرين ماتش، بخسر ده وبخسر ده وبكسب ده وبكسب لحد ما خلاص نزلت معاهم في بطوله العالم. خلاص انا لعبت على الناس دي كتير، نزلت وكمان كسب. في نقطه كمان هم للاسف اعتقاد السن، لا ده هم كبروا في السن. خلاني اتكلم ان مثلا عندنا مثلا في الرمح صاحب رقم العالم رماه هو 33 سنه. السنه اللي فاتت دوره العاب الاولمبيه اللي فاتت اللي عامل ثالث كان عنده 40 سنه. يا جماعه النغمه دي رقم، انا قادر ولا مش قادر؟ ما هي دي الفكره، ان هو بيصدر حاجه او حاجه بتتصدر، وهي حاجه انا مش بقول مثلا ان السن مش عامل، اكيد عامل وكل حاجه، بس طالما انا قادر اوفر كام. هي لعبتنا، هي لعبتنا دي ارقام، ولعبتنا دي الرمي بالذات بتطول بالظبط، يعني في ناس بتبطل 40 سنه و45 سنه و47 سنه،
فيا جماعه احنا كلنا محتاجين حراس المرمى بيقعدوا ال 40 سنه ليه؟ لان لعب مكانه البوزيشن بتاعه مش متاكد بالزبط. فانا بتوقع المطرقه والرمح الرمي كله عامه ممكن التراك مختلف شويه. انا كنت بتفرج على الالعاب دي زمان كل اللعيبه كبار كلها كبار بالظبط. التراك مختلف شويه انما الرمي لا معروف. الفكره كلها بس ان انا ازاي اقدر اوظف الناس دي، هي دي المشكله. الحقيقه الغريبه يعني ان احنا كل دوره اولمبيه نقول كده وكل دوره اولمبيه نقول يا جماعه محتاجين في اتحادات الله اكبر عليها شغاله. طبعا وشغاله بكويس. انا لسه متكلم على الرمايه كويس، ولسه متكلم على الخماسي كويس، ولسه متكلم على السلاح كويس. في العاب شغاله، كره اليد اتحاد شغال بيحتك، ما خلى كره اليد احتكاك. انتوا النهارده الله اكبر تاهلتوا اولمبياد بدراعكم يعني، وبدعم النادي الاهلي النهارده وبدعم الجهاز الفني في النادي الاهلي ورعايه النادي الاهلي ليكم قدر استطاعته بيقدر يسعدك، ولكن في جزء كبير جدا على الاتحاد كان لازم يتم، ودي اكيد طبعا هتراعى في اي تقييم هيحصل الفتره الجايه.